بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أبناء الأطباء البيطريين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع غاية الأهمية، وهو متعلق بال digestive disorders in ruminants، الاضطرابات الهضمية في المكترات. لما بنقول الحيوانات المكترة هي الحيوانات اللي هي الأنعام، اللي هي الأبقار والأغنام والإبل، تتشابه في التركيب التشريحي في وظائف الجهاز الهضمي، وبيختلف الجهاز الهضمي بالنسبة للحيوانات المكترة عن الحيوانات اللي هي simple stomach animal. فهنتكلم النهاردة على الجزء الأول اللي هو الرومن أسيدوزس. واحنا لما بنتكلم في الموضوع ده بنجد ان هو الموضوع ده بيمثل مشكلة كبيرة جدا في امراض الحيوان. وكنا قلنا في محاضرة سابقة ان امراض الحيوان بتمثل 90% منها امراض بطنة، امراض بطنية، امراض جهاز هضمي، جهاز دوري، تنفسي، بولي، تناسلي. 90% من امراض البطنة تبقى امراض جهاز هضمي، 90% من أمراض البطنة أمراض جهاز هضمي. طب لو جينا لأمراض الجهاز الهضمي في المكترات، هنقول إن 90% من أمراض الجهاز الهضمي في الحيوانات المكترة هي أمراض الكرش، هي أمراض الكرش. فده بنبين على مدى أهمية هذا الموضوع. احنا هندي فكرة سريعة عن الفرق بين معدة الجمل ومعدة الحيوانات التانية، لكن هي الأمراض متشابهة لحد كبير. لكن الجمل بيسموه سيدو رومينانت، سيدو رومينانت يعني ما هوش المعدة بتاعته زي البقر بالظبط، في اختلافات بسيطة. فعندنا إن الحيوان بيتكون المعدة بتاعته من 3 أجزاء، اللي هو الرومن والريتيكلم والأبوميزم أو اللي بيسموه المنفحة. ان الاوميزم مع الابوميزم بيكونوا انبوبه كده بيسموها المنفحه في الابل. والمعده بتاعت الجمل بتتميز زي ما قلنا، هي عباره عن الكرش والشبكيه والانفحه. الغشاء المبطن زي ما هنشوف دلوقتي فيديو، الغشاء المبطن للكرش بيختلف عن البقر والغنم، ما فيش فيه حلمات اللي هي البابليه. الكرش والشبكيه في الابل بيوجد فيها حاجه بنسموها الووتر ساكس. ووتر ساكس دي يعني كان بيعتقد ان هي مخزن للميه، لكن الووتر ساكس اللي موجوده في الرومن ما هياش مخزن للميه. وجدوا ان السائل الموجود فيها بيشبه اللعاب، تركيبه في تركيبه زي اللعاب. لكن الووتر ساكس اللي في الكرش الاسف اللي في الشبكيه بيوجد فيها ميه فعلا. الكرش بيمثل 80% من حجم المعدة سواء في البقر أو الغنم أو الإبل، يعني هي المشاكل كلها تبقى في الكرش اللي هو الرومن. الكرش ده فيه سبحان الله ربنا زوده بكائنات حية وبروتوزوا وكائنات دقيقة نسبة كبيرة جدا جدا، لدرجة إن الواحد ملي من محتويات الكرش بيحتوي على مليار بكتيريا وحوالي يعني ربع مليار بروتوزوا، ده في الواحد ملي. فتخيل بقى ان الكرش ممكن ياخد لغاية 120 لتر، يعني حاجة ضخمة فوق الخيال. ان الكرش اصلا الهضم فيه بيتم عن طريق تخمر الطعام، وان البكتيريا بتشتغل على السليلوز الموجود وتحوله تنتج منه احماض دهنية، 3 أحماض دهنية بيمتصوا عن طريق الكرش للدم ويروحوا للبن ويكونوا من اللبن، أو في الحيوانات اللي هي الذكور بيكون العضلات والطاقة وكده. هنشوف كده الكرش في البقر ونقارنه بينه وبين الكرش أو المعدة بتاعت الجمل. المعدة بتاعت البقر بتكون من 4 أجزاء، الجزء العلوي اللي هو فوق ده اسمه الرومن،
وده بيكون من جزئين دورسال ساك وفنترال ساك، وبعدين ده الريتيكولم، وبعدين الأوميزم، وبعدين الأبوميزم. هو الدكتور بتاع التشريح هيبدأ يشرح. ده فتحة الأسوفيجس اللي بتفتح في الرومن، ده اللي هو ماسكه، ده المريء بيفتح فيه الدورسال رومينال ساك بتاع الكرش. ده زي ما قلنا، ده الدورسال ساك، وده الفنترال ساك اللي هو بيشاور عليهم ده. يعني الرومن بتاع الحيوان بيتكون من جزئين، جزء علوي او حجره علويه وحجره سفليه. ده الحجره العلويه اهي، فتح الحجره العلويه، شوف الجدار بتاع الكرش، طبعا كلنا شفنا وذبحنا عجول وكده، مبطن ببليه اسمها حلمات. ده الجزء العلوي ده اللي هو الدورسال ساك، وبعدين في الجزء السفلي ده اللي هو الفنترال ساك، دورسال رومينال ساك، وفي طبقة عضلية هنا هيت بتفصل بينه وبين الدورسال. سبحان الله، لما بيجي يحصل كونتراكشن في الدورسال رومينال ساك، وبعدين في الفنترال رومينال ساك. وبنسمع الكرش بالنسبة للحيوانات، بنحط السماعة على الناحية الشمال من الحيوان ونستنى لغاية ما تبدأ حركة الكرش، وبعدين نحسب بالدقيقة. الطبيعي إن أنا أسمع 3 حركات في دقيقتين، 3 حركات للرومينال موفمنت في الدقيقتين. لو زادت عن كده بتبقى مشكلة، دي بقى فيجال انديجيشن. لو قلت يبقى دي في سيمبل انديجيشن أو في رومينال انفكشن، ممكن تبقى في رومينال استازس، تقعد حاطط السماعة فترة طويلة ما تسمعش صوت الكرش، وتيجي تعمل بلبيشن كده تلاقي في كأن في عجينة تحت إيدك، دوي ماتيريال، دوي لايك ماتيريال، وأحيانا يبقى في نفاخ جازز زي حالات التمبني. كل ده بيحصل في الكرش الجزء الأولاني والجزء الثاني اللي هو الكرش والشبكية اللي هي الريتيكولوم. هنشوف المقارنة بينه وبين الجمل. الكرش بتاع الجمل سبحان الله بيختلف تماما كطبقات عن الكرش بتاع البقر والغنم. فنيجي للكرش اللي هو الرومن، نجد انه ما هوش مبطن ببابلي زي البقر وزي الغنم. شوفوا الطبقات هنا مختلفة تماما، في حاجات كده عضلية بتعمل اللي هو قلنا عليها ووتر ساكس. الووتر ساكس دي في الكرش بتبقى موجودة فيها اللعاب، مادة زي اللعاب بالظبط. لكن في الشبكية بيبقى في ووتر ساكس مليانة مية. لذلك كان أيام زمان الصحابة في الغزوات لما بيعطشهم بيذبحوا الجمل ويبدأوا يمصهم أو يشربوا المية اللي موجودة في الكرش في الشبكية. شوف مقسم ببيلرز، يعني الكرش هنا تركيبه التشريحي مختلف عن البقر وعن الغنم. كل بيلر بيعمل ساكس موجودة بتخزن المية في حالة اللي هي الكرش. بعدين الجزء الثالث والرابع اللي هو الأوميزم والأبوميزم بيكونوا جزء واحد اللي هو بيسموه المنفحة. شوف برضو هنا مختلف الريتيكلم. الريتيكلم في البقر عامل زي خلايا النحل، لكن شوف الريتيكلم هنا في الجمل مختلف سبحان الله. لذلك حالات التروماتيك ريتيكولايتس في الجمل نادرة جدا عكس البقر. فده المعدة بتاعة الجمل. هذا الجزء الأخير قلنا الأوميزم مع الأبوميزم. هذا الأوميزم برضو فيه هنا بسموه اللفائفي أو بالعربي، ودول الجزء الأخير هو الأبوميزم اللي هو دايما بيحصل فيه مشاكل في الجمل. دايما يحصل حاجة اسمها أبوميزال إمباكشن، يتملى بالرملة ودي مميتة. يعني إن شاء الله أشرح لكم حالات شفتها بعيني وفتحتها ألاقي الأبوميزم مليان رملة، أو في أبوميزال ألسر كرة، هتلاقي الجمل بينزل براز لونه أسود، ودي أنا هنعمل لها محاضرة خاصة اللي هي الأبوميزال ألسر. فليه أنا هنا ليه خصيت في المحاضرة إن أنا أتكلم شوية عن الجمل وشوية عن باقي الحيوانات. لكن هو الموضوع عامة اسمه Digestive Disorders in Ruminant، لأن الكلام كله متشابه مع اختلافات بسيطة. أنا هحدد إيه المشكلة، إيه الاختلافات في أمراض الجهاز الهضمي بالنسبة للجمل عن باقي المكترات.
نرحب بالزملاء. بسم الله ما شاء الله، يعني إقبال كبير، وربنا يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إيه بقى المشاكل اللي هنتكلم عنها؟ مش هنتكلم عن جزء منها النهاردة، واحد اللي هي المشكلة رقم 1 و2، السيمبل انديجيشن أو المايلد أسيدوزس. هنتكلم عن الرومينال امباكشن أو الأكيوت أسيدوزس، لكن بعد كده إن شاء الله الأسبوع الجاي هنتكلم عن الساينال أوبستراكشن، وخاصة في الجمال، ابو ميزه الالسر في الجمال والبقر والعجول، ومشكله الاسايتس في الجمال اكتر، حالات كتيره جدا يعني كنت اشخصها وما كانت تستجيبش للعلاج. طبعا الحاله الخامسه اتكلم على الكورونيك دايريا اللي هي سببها جونز ديسيز، اللي هو مرض جون. ده مرض منتشر هنا في الجزيره العربيه، مرض مزمن بينتهي بالنفوق بتاع الحيوان. وان شاء الله المحاضره دي او المحاضره اللي جايه هيبقى كلها كيس ستادي، يعني هتكلم على حالات شفتها بعيني وعالجتها، او دكاتره زملاء شافوها وبعتوها لي، بحيث ان مش محاضره تبقى نظريه زي المحاضرات، عشان ما نزهقش مع بعض. يعني هل الجمال بيحصل لها فوميتنج؟ ده سؤال. ولو حصل فوميتنج، ايه نوع الفوميتنج وايه السبب بتاعها؟ الفوميتنج في نوعين من الفوميتنج، في حاجه اسمها فولس فوميتنج، وطبعا الجمال والابقار والاغنام مش عندها فوميتنج سنتر، ونادر جدا هي تعمل فوميتنج. لو عملت فوميتنج ده بتبقى باد بروجنوزس، حاله خطيره. برضو الخيول والحمير لو عملت فوميتنج، نزلت الترجيع من المعده عن طريق فتحه الانف او الفم في الخيل والحمير، واتكلمنا عن الكلام ده، بيبقى حاله صعبه جدا وممكن تموت. طب الحاله اللي احنا عرضناها النهارده في الفيديو، تلاقي الجمل عمال يهز راسه ويبخ كميه من الرومينال كونتنت ويغرق وشه بيها، ويقعد يحرك راسه كده، اللي يشوف يقول ده عنده اعراض عصبيه. ده بتحصل في حالات الحموضه البسيطه بتسموها ريفيرس بريستالتيك اكسبالجن في سمول اماونت اوف جاستريك كونتنت، والحيوان يعني هو بيتحكم فيها. يعني في حالات كتيره كانت تيجي المستشفى، الحيوان لما نيجي ندخل عليه او نكشف عليه او كده، يروح بخخ علينا، كان محاول ان هو يعني متضايق مننا وكده. او لما يجي الناقه تقرب، الذكر البعير يقرب من الناقه وهي عشر، تروح بخ عليه، فبتستخدم هذا الاسلوب في الدفاع عن نفسها. او يكون الحيوان ده اكل كميه من الكربوهيدرات، خاصة المكعبات اللي بتتباع هنا في السعودية ودول الخليج، أو حصل تغيير في العليقة. كل ده بيعمل إيه بقى؟ الدايتري بروبلم، زي مشاكل كلها تغذية، إنه زي ما قلنا behavior for defense، أو sudden change في الدايت، أو ingestion of foreign material، أو eating too rapidly، كل بسرعة، أو في foreign body في الفارينكس والأسوفاجس، خلي الحيوان يرجع، او رومن اسيدوز. رومن اسيدوز اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله، كل ده يخلي الجمل وليس الابقار والاغنام، نادر البقر والغنم ان هو يرجع، ده يخليه يروح باخخ كميه من الفوميتنج ويقعد يحرك دماغه. لان ليه بيعمل كده بقى؟ لان لما بيحصل حموضه في الكرش، طب خلينا الاول نكمل النوع الثاني من الفوميتنج الخطير اللي هو المميت، ان الحيوان يرجع كميه كبيره جدا من الكرش، وبعدين غالبا يروح ميت بعديها. sudden severe projectile expulsing of large quantities of rumen content، دي بتحصل في حالات الابو ميزا الامباكشن. شفتها حاله كانت ابو ميزا الامباكشن، وانا ما اعرفش طبعا، عمال نعالج ما بتخفش، وفجاه كده راحت مرجعه كميه كبيره وماتت. فتحنا لقينا الابو ميزا اللي هو المنفحه مليانه رمله. حالات الانتستينال اوبستراكشن، لو الامعاء مقفوله والاكل عمال احنا نديله اكل ونديله زيت ونديله حاجات، فيروح الحيوان مرجع كميه كبيره ويموت بعديها. قبل الموت في الامراض المزمنه في الجمل، دايما وهو بيموت كده يرجع كميه كبيره من الاكل. ده برضو حالات كتيره شفناها كانت عندنا في المستشفى، ترجع كميه كبيره وتموت. طيب السيمبل بقى انديجيشن بقى او المايلد اسيدوزس، هو بنعرفه بنقول هو disturbance في الفيرست تو بارت اوف ذا ستومك، خلل في الجزء الاولاني والثاني من المعده اللي هم الرومن والريتيكولم، كاركترايزد بان ان ابيتنس، الحيوان يمنع الاكل او شهيته تقل، ولو هو بيجيب لبن اللبن بيقل،
والجمل يعمل سلايد فوميتنج، بيعمل سلايد فوميتنج، يرجع كميات صغيره من الايه، من محتويات الكرش. والفيسز يبقى اما الحيوان عنده كونستيبيشن او ينزل كميه صغيره من الفيسز وتبقى هارد. دي كلها اعراض انضجيج. لو سمعنا الكرش بالسماعه نجد حركه الكرش ضعيفه، واحده او اتنين في الدقيقتين، ده حالات السيمبل انضجيج. ايه الاعراض اللي احنا قلنا عليها؟ ريدكشن او في الابيتايت، دالنس، ديبريشن. كان لما كنت امر على الابل وهي الراجل بحط لها الاكل الصباح، الاقي في 3 أو 4 إبل متخلفين ما بيدخلوش على طوالة ياكلوا، فاعرف ان ال3 حالات دول تعبانين، بتطلعهم ونكشف عليهم. فبتبقى حالات كتيره منها سببها سيمبل انديجيشن اللي انا بقول عليها ديت. دروب في الميلك برودكشن، حركه الكرش ضعيفه، وفي الجمال تطلع كميات من الرومن تبخه كده وتغرق وشها. طب ليه بتطلع كميه؟ ليه بقى بتعمل الالم ده اللي هنشوفه في الصوره دي؟ طبعا دي ناقه والده. شوفوا بقى الاعراض هنا، واضح فعلا اعراض اسيدوزس. وعمال الاسيدوزس ان البي اتش بتاعت الرومن بتنزل تبقى 4 أو 5، وبعدين يبدا لما هي تيجي تشتر الحموضه بتعمل التهاب في المريء، والحيوان ما بتحملش، بتعمل الم شديد في المريء، فيبدا الحيوان ياخد الاكل ده ويرجعه من شده الالم اللي هو. فتظهر الناس تفتكر ان دي اعراض عصبيه، لكن دي ما هيش اعراض عصبيه. طبعا ابنها شاف ان الدكتور بيصور، فجت تقعد جنب امها عشان تاخد صوره تذكاريه يعني. ف نشوفوا بقى هنا، لو جينا شمينا بقه تلاقي ريحته وحشه، ريحه حموضه، وعمال ينزل ويملى بقه بالاكل كده. و دي اعراض حموضه في الكرش، سهله جدا علاجها وبتخف على طول. والحالات اللي انا بقول لكم عليها كانت مره يعني هقولها في الكيس ستادي بعد شويه. ودليل ان التشخيص صح ان احنا لما بندي انتي اسيد الحاله بتتحسن في نهايه اليوم. شايفين الكميه البتاع اللي فوق؟ ايوه العرض بقى يروح ايه، عامل دماغه كده ومنزل كميه من دي. اهم عرض لاعراض الاسيدوز دي ما هياش لا فيتامين بي 1 ولا قرص تعبان ولا مرض عصبي ولا اي حاجه. نشوف الجزء الاخير ده تاني، لان هو ده الخلاصه بتاعت التشخيص ان هي اسيدوزس. شايف الحيوان جه اشتر، فالبتاع مؤلمه جدا له لانها كلها حموضه. فالحموضة الواحد لما بيرجع تلاقي الحموضة كلها بتعمل له التهاب في المريء والماوس، فبيتحملهاش، فيقعد يطلع الأكل من بقه. الحالة دي تتشابه مع تسمم بالنباتات السامة، حالات كتيرة دكاترة بيبعتوها لي. وهنا نقطة مهمة أوي يا جماعة، الأمراض اللي الإبل في دول الخليج، يعني من بقالي كام سنه شغال هنا في الليبل، معظمها لما تيجي عدد كبير من الحيوانات وتظهر عليها اعراض عصبيه وترجيع ونفاخ وحالات تموت، بيبقى احتمال كبير جدا اما نباتات سامه او سموم فطريه لما يكون عدد كبير. هي مشكله في العليق، او الراجل باكل عليها معفنه فيها سموم فطريه، او ده لو عدد كبير. لكن لو حاله او اتنين ممكن يكون لدغه تعبان او لدغه عقرب او مرض الليستيريا او بي 1 ديفيشنسي. ماشي، دي كل الاعراض العصبيه اللي بتظهر في الجمال، ودي اعراض يعني صعبه وعلاجها صعب. اللي ما شخصناش كويس ممكن تموت الحاله. فعلى سبيل المثال دي حاله متشابهه مع اللي احنا عرضناها، دي دكتور كان بعتها لي من يومين كده. هنا بقى بيزبد، يقول لك الحيوان بيزبد وبيكز على اسنانه، فبرضه دي حموضه في الكرش. شايف بقه مليان رغاوي، بيزبد يعني بقه مليان رغاوي. وطبعا لو انا شغلت الفيديو صوت هتجد ان في عمال كز على اسنانه، وفي كونستيبيشن والحيوان بطنه حركه الكرش ضعيفه، فدي برضه حاله حموضه. طب الحاله دي
خلي بالكم ازاي اعرف ان ده مرض عصبي. الحيوان تلاقيه ديبريزد، رافع دماغه، مش عمال يهز راسه او يضربها في الارض، يبقى دي اعراض عصبيه. الاعراض العصبيه دي يقول اما تسمم، اما قرص تعبان، ولا عقرب، ولا كل نباتات سامه، او بي 1 ديفيشنس اللي اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات، اللي هو بيسموه مرض الطير هنا في دول الخليج. ففي الحاله دي انا اعمل ايه؟ انا بسال الراجل ده في قرص وتعبان. يعني مره واحد بعت لي حاله وقال لي لقوا عقرب لازق في بطن الحيوان من تحت بعد الحاله ما ماتت. خلاص يبقى دي اكيد لدغه عقرب او لدغه تعبان، او ان هو اكل، طلعت الابل في مكان راعي واكلوا نباتات سامه. ففي الحاله دي بدي بي 1 ديفيشنسي، بعتبر اشك ان هي بي 1، فبدي بي 1 زي ما قلنا الاسبوع اللي فات، تي 500 او الترا بي او كوربرال وريدي، وبي كومبلكس عضلي، وديكساميسيزون. وبعدين لو هي بقى شاكك في قرصه بدي انتي هيستامينك وديكساميسيزون. يعني احاول اغطي المشاكل دي كلها، لان انا التشخيص التفريقي هيحتاج معمل ويحتاج موضوع كبير. فدي ده حاله عصبيه، اما تكون قرصه تعبان او عقرب او بي 1 ديفيشنسي. طب الحالة دي الدكتور بعتها لي برضو من كام يوم. شوف الجمل هنا بيعمل ايه، رايح جاي رايح جاي، دي أعراض عصبية. فأنا قلت له روح يا دكتور، واحتمال يكون برضو نفس الكلام، يكون بي 1 ديفيشنسي، ادي احقن تراي بي اسمه تي 500 او الترا بي، وادي ديكساميثازون. المهم لما راح لقى الحالة ماتت. خلوا بالكم بقى من بطن الحيوان هنا، شوف بطنه. بيقول لما فتحت، هو عمل تشريح للحالة، لما فتحها لقى بطنها مليان أكل، لقى بطن الناقة دي مليان أكل. فممكن يكون كانت إمباكشن أو أسيدوزس شديدة، وبدأ يحصل بعد كده الأسيديميا في الدم، وعملت الأعراض العصبية دي. وممكن يكون كلت نبات سام، ده احتمال برضو تاني. فالموضوع فعلا يعني عدد الحالات اللي بتجي لي وبنحاول نشخصها مع الدكاترة، موضوع صعب أوي في الإبل. طب العلاج حالات الحموضة بقى، ده اللي فات دي الأعراض، بندي حالات مشابهة لحالات الحموضة عشان الدكاترة ما تلخبطش بين الحموضة البسيطة اللي بمجرد ان انا اديها كيس دايجستونيك او لاكسافيت او فابكو دايجست، بالحاله بتتحسن، كيس الصبح وكيس بالليل، ان انا ادي حاجه مضاد للحموضه. افضل حاجات المضاده للحموضه في الابل وفي المكترات عامه الاملاح، المغنيزيوم كربونيت او المغنيزيوم هيدروكسيد. تاني حاجه الصوديوم بايكربونيت، لو انا هدي صوديوم بايكربونيت عن طريق الفم، الافضل منها المغنيزيوم. لذلك مثلا مركب زي الدايجستونيك او اللاكسافيت تلاقي فيه المغنيزيوم كربونيت او مغنيزيوم التركيبه بتاعته، وفي ناكس فوميكا اللي هي القيء الجوز المقيء فتح للشهيه، وممتازين جدا الحاجات الكيس دي، حتى الناس عارفين اللي دول كيس فتح شهيه، بيدي كيس الصبح وكيس اخر النهار لمده 3 ايام، ده لو هي حاله حموضه بسيطه. بس لو هي مش حموضة واستخدمت مغنيزيوم كربونيت أو مغنيزيوم هيدروكسيد، ده هتعمل مشكلة، هتعمل قلوية في الكرش وتعمل إمساك شديد وكده. فلازم أتأكد إن هي حموضة عشان أستخدم المغنيزيوم كربونيت. وبعدين بدي بي 1 وبي كومبلكس، بي 1 وريدي وبي كومبلكس عضلي، لأن ده بقى أحطه كده دستور في كل حالات الاضطرابات الهضمية في المكترات، لأن بيحصل حموضة في الكرش، البكتيريا اللي بتكون صيامين بتموت، فيحصل سايمين ديفيشنسي، فممكن الحيوان يدخل في مرض سايمين ديفيشنسي. فدايما احقن الحيوان ببي 1 وبي كومبلكس في جميع امراض الجهاز الهضمي. واضحه دي يا جماعه؟ وممكن اديله حاجات اورالي بعد كده، مركبات تحتوي على بي 1 وبي 6 وبي 12. ممكن اعمل رومينال ترانسفونيشن او نقل عصاره الكرش، ودي كنت بعملها كتير في مزرعه الابقار هولشتاين، كنت مشرف عليها. ومزرعة الإبل اللي هي كانت هنا برضه في السعودية،
حوالي 1000 راس، كنت مشرف على زراعة إبل ملحقة بمستشفى الإبل اللي أنا كنت شغال فيه. فكنا نعمل رومينال ترانس، يعني عملنا بلاد ترانسفيوجن وعملت عليها محاضرة، وعملنا رومينال ترانسفيوجن نقل عصارة الكرش. لو أنا خدت عصارة كرش من جمل سليم أو من بقرة سليمة، عشان أخد العصارة لازم الأول أسقيه حوالي 20 لتر مية، يعني جرد المية كده، جرد سطل كبير، وبعدين اروح منزل دماغ الحيوان وادخل الستومك تيوب وابدا املى الجردل تاني منه، واكون انا البقره تعبانه او الجمل اللي تعبان واقف جنبه، واروح ايه مدخل الستومك تيوب في الجمل التاني. الرومينال الجوز ده ممكن يقعد في درجه حراره الغرفه لمده 9 ساعات، بعد كده هتموت كل الميكروفلورا والميكروفونا والبروتوزوا، 9 ساعات ماكسيمم، ولو في الثلاجه يعيش 24 ساعه. لان في ناس ممكن تروح السلخانه تجيب رومانال جوس من كرش وتجيبها الحر وكده فيموت، قيمه لازم يحطه في مكان مبرد او كده عشان يقدر ما يموتش البكتيريا اللي موجوده في العصاره الكرش. الموضوع ده جميل جدا، ممكن بنعالجه في حالات الروما بي 1 ديفيشنسي، في حالات الامباكشن، في حالات الاندايجيشن، حالات التمبني، وقليل من الدكاتره اللي بيشتغل بيها وبيعملها. معنى هي سهلة جدا، يعني حتى انت تجيب خرطوم مية نص بوصة، او بالنسبة للجمل ممكن تجيب بوصة خرطوم مية وتعمله بصابون او بفازلين كده وتدخله وتاخد العصار. الحالات اللي انا بقى احكي عنها، بارك الله فيك يا دكتور، من اسباب الاسيدوزس برضو، وده هنتكلم عنها في اللي هو ان هنا في الدول الخليج بياكلوا تمر كتير، بياكلوا الابل تمر كتير، خاصه الهيجن السباك. التمر يعتبر ماده غذائيه جيده وفيها جميع المواد الغذائيه من املاح ومن جلوكوز ومن سكريات سهله الهضم وكويس، بس لو زادت الكميه هتعمل حموضه في الكرش. ونفس الكلام على العسل الاسود، او اللي هو بيسموه ايه هنا في السعوديه، العسل الاسود ده. المهم، الحالات اللي انا كنت بقول لكم عليها، اللي هي مره العامل في المزرعه العربيه اللي بتلف بتحط المكعبات زود كميه الملاس، صح، الملاس والدبس، بارك الله فيكم، الواحد بينسى ده من اسمه، بيسموه الملاس او بيسموه الدبس، ده برضو يعمل حموضه. تمام يا دكاتره، دبس. فيجي الراجل العامل يقول لي يا دكتور في 3 4 حالات ما بياكلوش وعمالين يطرشوا، فاروح فعلا الاقي ان في جزء من الطواله من الابل الراجل العربيه بتلف زود كميه المكعبات دي، فتيجي بعد 4 5 ساعات الحيوانات تمنع الاكل وتبدا تطرش وتمنع الاكل وتقف منعزله كده عن القطيع. فانا مجرد ان احنا نديها كيس لاكسافيت او بفاركو دايجست او دايجستو تونيك، تلاقي بفضل الله الحاله تحسن لمده 2 أو 3. فدي حالات كتيرة شفتها، وبالتالي أنا بشرح من الواقع. نيجي بقى للمشكلة الثانية الأخطر بقى منها، اللي هي اللكمة، لكمة الإبل، لكمة الأبقار والأغنام. في مواسم الحصاد دايما الجاموس والبقر يدخل على الأوضة اللي فيها الخزين القمح والذرة والشعير ويأكل كمية كبيرة جدا ويحصل لكمة. اللكمة هنا بقى تختلف تماما عن الأسيدوزس العادية البسيطة، لأن هنا الحيوان الكرش اتملى أكل، إما غلة أو قمح، غلة أو ذرة أو شعير. فإيه اللي بيحصل؟ الحالة دي مميتة، خلال 24 ساعة ممكن الحيوان يموت. وبرضه هقول لكم على حالات، يعني كانت بتيجي المستشفى وماتت فعلا، وماتت ليه؟ أقول لكم ماتت ليه. هو بنسميه اكسيدنتال اكسس، يعني أحيانا الحيوان يدخل من غصب عنه ياكل كميه كبيره، او نفس المربي الراجل يحط شعير كتير او يحط كونسنتريس كتير فالحيوان يتلكم، او يكون الاكل فيه نسبه كبيره من المعفن، او انه كل قمح كتير او شعير كتير. في كفر الشيخ في مصر كان دايما الدكاتره يشتكوا من بياكلوا اللي هو سكر البنجر السكر ده. كان مره رحت ادي محاضره في كفر الشيخ،
فلقيت ان العربيات عملت تشيل بنجر السكر ده اصلا وتروح بيه المصنع ويعملوا منه سكر. فبنجر السكر ده لما البقر بالغنم بتاكله بتعمل حموضة في الكرش، والكرش بيقف. نفس الفكرة اللي انا اتكلم عنها برضو، الدبس الكتير او التمر الكتير يعمل برضو حموضة جديدة في الكرش. ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ مجرد الحيوان ياكل كمية كبيرة من الاكل اللي هو الذرة او الغلة او الشعير، يبدأ يحصل له فيرمنتيشن، وفي بكتيريا موجودة اسمها ستريبتوكوكس بوفيز تحول الاكل ده الى حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده البي اتش نورمال في الرومن 6 ل 6.5 او 6.5 ل 7، فيبدا اللاكتيك اسيد ده يزيد، والجسم مش قادر يعمل له يعادله بالصلايفا، اللي هي الصلايفا بتنزل من بق الحيوان بتعمل نيوتراليزيشن او تعادل للاكتيك اسيد، ولا قادر يمتصه كل الكميه الكبيره اللي كانت في الكرش، فتبدا البكتيريا تموت، البروتوزوا تموت، فيحصل نقص في الضغط الاسموزي في الكرش. لما يحصل نقص في ضغط الاسموزي تبدا تمص الميه من الدم ومن الانسجه، والكرش يتملى بالميه، ويطلع هيستامين برودكشن، يعمل لامينايتس في البقر، والمحتويات البيكروب والبكتيريا تموت، وتنشا بكتيريا جديده اسمها لاكتوباسيلاي، فتعمل حموضه في الكرش، واللاكتيك اسيد يمتص على الدم يعمل اسيديميا، ويعمل رومنايتس التهاب في جدار الكرش، ان الكرش مش مهيئ ان هو يكون في حموضه. وبعدين يروح تمتص الميكروبات من الجدار الكرش اللي هو حصل له التهاب، تروح على الكبد تعمل ليفر ابسس. فشوف خمس مشاكل نشات: رومنال اوفرلود، الكرش اتملى بالاكل، تاني حاجه فيه هيستامين برودكشن، ثالث حاجه فيه حموضه في الكرش، رابع حاجه فيه حموضه في الدم، خامس حاجة في ديهايدريشن، حصل جفاف لأن الكرش اتملى بالأكل فسحب المية من الأنسجة. فلما نيجي نعالج حالة إنفكشن لازم نعالج الخمس نقاط دول. خمس نقاط دول نشوف الأول أعراض الإنفكشن أو بيسموه الأكيوت أسيدوزس، الحيوان بيمنع الأكل تماما، مش قادر ياخد نفسه، الكرش وقف ولا بيتحرك، ويحصل له ديستنشن، تبقى تضغط عليه بايدك تلاقي مليان اذا كان في عجينه. طبعا الهيستوري الراجل يقول لي ده اكل كميه شعير او اكل ذره او غله. في الم تلاقي الحيوان عمال يكز على اسنانه، وضربات القلب بتزيد ممكن توصل ل 100 في الدقيقه، ضربات التنفس بتزيد بتوصل ل 60 ل 90 في الدقيقه. لو الحيوان بيقلل هتلاقي نازل فيسس كده زي العجينه، وفي حبات ذره وحبات غله وشعير موجوده فيه. وبعدين تبدا بقى تظهر اعراض الديهيدريشن، الجفاف، تلاقي سانكن اي، العين داخله، ودراي مازل، المازل بتاع الحيوان ناشفه جدا، شد جلد الرقبه ما بيرجعش، واسترنال ريكومبنسي، الحيوان رقد على الارض. بدانا ندخل في اعراض اللي هي باد بروجنوزس. لو جينا خدنا الحراره لقيناها 36 في البقر او في الجمل 35، بدات تعتبر باد بروجنوزس. سب نورمال تمبريتشر مع ستيرنال ريكومبنسي مع ديهيدريشن، الحاله دي لازم نلحق بسرعه نفتح الكرش والا هتموت مني. صلوا على رسول الله. الدكاتره بتوع مصر وبتوع السعوديه والسودان والصومال والكويت والبحرين وعمان بحييكم جميعا، صلوا جميعا على رسول الله. ازاي نعالج حالة حموضة امباكشن؟ الطبيعي ان انا الحق اعمل رومانوتومي واعمل ايفاكيويشن اوف رومينال كونتنت. الدكتور لازم يكون معاه العدة جاهزة، زي الدكتور البحيري كده دايما ماشي بالعربية شايل معاه عدة الولادة وعدة اي حاجة يفتح ويشتغل من الحالات السيفير امباكشن. لكن لو انا هعالج الحالة لازم اغطي الست نقاط اللي قلنا عليهم. لازم ادي فلويد سيرابي، اول حاجه الحيوان هيموت من الجفاف، تاني حاجه انتي اسيد اورالي، ثالث حاجه انتي اسيد انترافينوس، رابع حاجه بيرجاتيف عشان اطهر الاكل المعفن في الكرش ده، خامس حاجه ادي مضاد حيوي عن طريق الفم ومضاد حيوي عن طريق الحقن عضلي. طب ليه يا دكتور مضاد حيوي وليه الحراره مش عاليه؟ ما هو البكتيريا بتطلع من الكرش وتروح على تعمل ليفر ابسس، فانا عايز ادي مضاد حيوي عشان ما يحصلش خراريك في الكبد.
طب مضاد حيوي اورالي ليه؟ عشان اموت البكتيريا اللاكتوباسيلس اللي نشات نتيجه للحموضه اللي في الكرش. ودي مضاد الهستامين لان بيطلع فيه هستامين في الكرش. يبقى دي الخطوط العامه لعلاج حاله امباكشن: فلويد ثيرابي، انتي اسيد، انتي اسيد انترافينوس، بيرجيتيف، انتي بايوتيك اورالي سيستميك، وانتي هيستامينك. المحاليل هنا بقى مهم يا جماعه. قد محاليل نبدا بسلاين اللي هو صوديوم كلورات 9 من 10%، ادي 2 3 لتر، وبعدين رينجر اللي هو فيه بوتاسيوم، وكل ده وريدي، وكل 6 ساعات ادي كميه تاني. وبعدين البرجاتيف زيت بارافين ما يقلش عن 3 كيلو او 4 كيلو في البقره او الجمل، 3 لتر او 4 لتر اورالي زيت بارافين. ما تديش شربه ملح هنا، شربه الملح هنا هتزود. والجزائر معلش يا دكتور انا ما قدرتش اعدد كل الدول العربيه، بنرحب بيهم شبابنا في الجزائر وفي الصومال وفي ليبيا، وكل زملاء مرحب بالدكتور رشاد في عمان. المينرال اويل يا جماعه ما استخدمش شربه ملح في حالات البرجاتيف، لان شربه الملح هتدخل في الكرش تمص الميه اكتر، هتعمل جفاف اكتر. فممنوع استخدام شربه الملح في حالات الامباكشن. ممكن استخدمها في السمبل انديجيشن او الكونستيبيشن. الانتي اسيد بقى احسن حاجه، الانتي اسيد هنا الصوديوم بايكربونات عن طريق الفم، زي جرعه يا دكتور كام جرام للكيلو؟ يعني لو عندي بقره 500 كيلو او ناقه 500 كيلو اديها قد ايه؟ اديها نص كيلو كربونات. لو هي 100 كيلو ادي 100 جرام، لو هي 200 كيلو ادي 200 جرام. وبعدين عيب البايكربونات ان هي مفعولها بينتهي بعد 4 ل6 ساعات، فلازم ادي بعد 6 ساعات جرعه ثانيه. صوديوم بايكربونات بينتهي مفعولها سريعا، وقلنا الافضل منها المغنيسيوم هيدروكسيد او المغنيسيوم بايكربونات. لكن الصوديوم بيكربونات موجوده متوفره ورخيصه، فلو استخدمتها ادي جرعه عاليه وكل يوم لمده 3 ايام. طب لما اجي ادي وريدي بقى هستخدم الصوديوم بايكربونات الوريدي اللي هو الايزوتونيك 1.5% او 1.3%. في دول الخليج موجود اللي هو الجوارير او الازايز اللي هي تركيزها 8.4%. بجيب ازازه صلاين اللي هي نص لتر، واحط عليها ازازتين من الصوديوم بايكربونات اللي هم 50 مللي اللي هو تركيز 8.4%، كده يصبح تركيز 1.5%، عملته ايزوتونيك. لو انت حقنت اللي هي الازازه كامله كده على طول وريدي مفيش مشكله، بس الافضل ان انا اعمله ايزوتونيك عشان يبقى ايه، بندي 3 لتر 4 لتر حسب الحاله اللي قدامي، واكرر برضه كل 8 ساعات كل 12 ساعه. انتي هيستامينك عندك بقى الارجين والحاجات كتيره انتي هيستامينك. الانتي بيوتيك اورالي وسيستميك، وافضل حاجه هنا البنسلين او الستريبتومايسين او الاوكسي تتراسيكلين، والعضلي نفس الكلام. فيتامين بي كومبلكس قلنا ده ضروري ومهم جدا، البي 1 وبي 6 وبي 12 حقن وعضلي، و ممكن عن طريق الفم بس بعد ما الحيوان اتحسن. كيس استادي جات لنا حاله المستشفى، مستشفى الابل، بعير. هنا في السعوديه او دول الخليج لما اقول بعير بيبقى مقصود بيه ذكر الجمل، احنا في مصر نقول عليه جمل. هو كلمه بعير لغه بعير تشمل الناقه وتشمل تشمل الانثى وتشمل الذكر. لكن هنا يقولوا بعير يبقى هم يقصدوا بيها الذكر، لكن هو زي ما واحد يقول انسان يشمل الانثى والذكر، فبرضه في الابل كلمه بعير تشمل الذكر والانثى، لكن هو تعرفوا على ان البعير يقول عليه ايه، ان ذكر الجمل يقول عليه بعير. فجالنا حاله بعير ريكومبانت، الراجل نزلناها ما بتمشيش ما بتقفش، وقال لي يا دكتور الحاله دي واكله شعير كتير. من امتى؟ قال لي بقالها يوم او يومين. فطبعا لما نزلنا الحاله ريكومبانت، البعير يعني داخل كده زي ما كل مش حاسس باللي حواليه، هو مفتح وكل حاجه، لكن تدخل عليه كده ما ولا يتاثر. انت عارف البعير ده لما واحد يدخل على بعير لازم العمال يمسكوه كويس جدا ويربطوه، او احيانا نضطر نديله 2 مللي زيلازين وريدي عشان نكشف على عينه ولا اي حاجه، لكن ده مدروخ مش حاسس باي حاجه. فتحت العين لقيت العين سانكن، اه يعرض ديهيدريشن، شد الجلد للرقبه، الكرش مليان بالاكل وعجينه تحت ايدي، الحيوان ما بيخرجش، ما فيش، ما بيطلعش فيسز، الحراره يعني 36 تقريبا. فقلت للراجل الحاله دي هتحتاج عمليه بسرعه، نعمل ان احنا نفتح الكرش، بس هنعمل تحاليل دم
ونطمن على الحالة ونحولها للجراحة يعملوا الرومانوتومي. لما جالي تحليل الدم من المعمل فوجئت بالآتي، لقيت الكرياتينين وصل 20 ملي جرام واليوريا وصل 70 ملي جرام. الكرياتينين نورمال 1.2 ل 2، الكرياتينين في كل الحيوانات بيبقى 1.2 ل 2 بالكتير، 2 ملي جرام، لكن ده وصل 20 واليوريا عالية. أهم حاجة هنا الكرياتينين، لما ألاقي معدل 10 يبقى دي حالة رينال فيلير، فالحيوان ده خلاص حصل له رينال فيلير. الهيموجلوبين والار بي سيز والباكسل فوليوم اعراض دي هيدريشن شديده. انا اسف، الباكسل فوليوم هنا 50 والنورمال 35، الار بي سيز نازله 8 والهيموجلوبين 6. فطبعا الدكتور بتاع الجراحه الحاله دي مش هتنفع تعمل عمليه. المهم تاني يوم الصبح الحاله ماتت، فتحتها وقيت بقى حوالي اكتر من 60 لتر ميه نازلين، لان الراجل واضح انه سقى ميه كتير وميه شعير وزيت برافين، وكمان الكرش اللي سبحان الله الشعير اتملى بالميه، كان خلاص بقى ان هو ينبت يعني. الكرش يكون مليان كومه من الشعير موجوده في بطنه. للاسف ان انا لو عرضت الفيديوهات بتاعت الحالات دي الفيسبوك بيشيلها، بيشيل المحاضره كلها ويقول لك ده منظر مش عارف ايه. شال محاضرة البلاد ترانسفيوجن بعد ما بذلت فيها مجهود عشان عرضت كيس دم. فالحاجات دي بنزلها على صفحتي على التليجرام، لان الاسبوع الجاي ان شاء الله هتكلم على دكتور مصري في قطر عمل عملية فتح بطن في جمل كان عنده انباء اوبستراكشن وعالجها بفضل الله، حاجة جميلة. بس برضو مش هضطر ان انا ما اعرضش الفيديوهات عشان ما ايه بتوع الفيسبوك ما يشيلوش اي دم او اي حاجة محتويات كرش، بيشيلوا المحاضرة كلها. كده خلصنا المحاضرة ونستمع للأسئلة من حضراتكم. ليه بيحصل لما تجهزوا الأسئلة بقى، ليه حصل هنا في رينال فيلير يا جماعة؟ حد يكتب كده ايه السبب ان في حالات الامباكشن دايما تعمل رينال فيلير؟ حد يكتب كده ونقول له بارك الله فيك، معانا خبرات من الدكاترة شغالين في الإبل، ليه بيحصل رينال فيلير في الامباكشن سواء في البقر أو الغنم أو الجمل؟ الحاجات دي احنا شفناها بعناية يعني. أنا كنت أقرأ إن الحيوان بيحصل له رينال فيلير في حالة الامباكشن، لكن أنا فعلا الحالات دي تحليل معملي والنتائج موجودة عندي. ليه بيحصل رينال فيلير في حالات الامباكشن؟ محدش جاوب على السؤال. طب اسألوا انتوا. نتيجة الجفاف، صح، نتيجة الجفاف، ان لما بيحصل دي هيدريشن، والكلام ده انا قلته في محاضرة قبل كده، نتيجة الجفاف تمام، المية اللي في الدم قلت فحصل حاجة اسمها هايبوفيليميا. ما تجمع سوائل في الكرش بيعمل جفاف، الجفاف وتخانة الدم وانسداد انابيب الكلى تمام، لان الدم عاد كثافته تقيلة جدا ويروح على الرينال تيبيول يقفلها فبيبوظ الكلى. ده السبب الرئيسي ان حالات الجفاف دايما بتنتهي بفشل كلوي، سواء كان عنده دايريه او عنده لكمه بتعمل فشل كلوي تمام يا جماعه. بالاضافه ان حاجه ثانيه مش موجوده في الكتب، ان الكرش لما بيتضخم بيضغط على الكلى ويضغط على الاورطه فيمنع الدم اللي رايح للكلى، فبرضه ده يساعد على حدوث الجفاف تمام. الاسئله بدات تيجي اهو، نجاوب بقى على السؤال الاول. الدكتور بيقول لي جرعه الصوديوم بايكربونيت اللي هو 8.4% كام؟ دكتور محمد علي، ماشي يا دكتور، انا قلت نحوله نخليه 1.5. طب ازاي نخليه 1.5؟ بجيب جاروره نص لتر محلول ملحي اللي هو 9.1% واحط عليه جارورتين من الايه صوديوم بايكربونيت 8.4% كده اخليه 1.5. طب ادي كميه قد ايه بقى في الامباكشن؟ بدي من 3 لتر 4 لتر واكرر كل 6 ساعات الجرعه، لكن ما افضلش ان انا احقنه التركيز اللي هو التعالي ده مره واحده كده في الوريد. وان كنا عملت كده ان انا حقنت 8.4 في حالات ضيريه شديده وكده، لكن الافضل ان انا اخففه. لما اخففه يبقى استخدم الجرعه اللي هي من 3 ل 4 لتر في البقره الكبيره. لو عندي عجل عنده جفاف، عجل صغير
بديله لتر صوديوم بايكربونات 1.5%. واضح يا دكتور محمد علي؟ لو عندك حاجه ثانيه اسال. الدكتور تيمور، ديهيدريشن كوز هيموكونسنت، تمام يا دكتور صح. الدكتور بعداش، زياده الجفاف، تمام يا دكتور. الدكتور ابراهيم، محمد ابراهيم، بيقول بيحصل رينال فيلير لان اليورين ريتنشن وديهيدريشن، صح يا دكتور محمد. تاثر الكلى، دكتور مالي من الصومال، جزاك الله خير يا دكتور مالي. اضطراب الدوره الدمويه، ظهور اوديما. فين الاسئله؟ سؤال الدكتور كمال حسن، هل يفضل استخدام مضاد الالتهاب غير الاسترودي وايضا استرودي؟ لا، في حالات الامباكشن ملوش اي لازمه. ده بالعكس، لو اديت نان استرويدال، خلي بالكم من النقطه دي يا جماعه، لو اديت نان استرويدال في حيوان عنده جفاف هتساعد اكتر على حدوث فشل كلوي، وده هنتكلم عنها المحاضره الجايه ان شاء الله. النان استرويدال الحيوان، تخيل انت الدم لزج وانت حطيت فيه بودره مضاد حيوي فيقفل لي انابيب الكلى، لا له لازمه ولا الديكساميثازون له لازمه في حالات الامباكشن. تمام يا دكتور كمال. الدكتور بعداش عبد الرحمن، ايه احسن مضاد حيوي يستعمل في علاج هذه الحالات حتى نتجنب الخراجات في الكبد؟ مجموعه البنسلين والسيفالوسبرين يا دكتور، لان اللي بيعمل خراريج في الكبد الاستريبتو، استريبتو ده جرام بوزيتيف، فاحسن مضادات حيويه للجرام بوزيتيف هي مجموعه البنسلين، الاموكسيسيلين، سيفالوسبرين، فيرست او سكند او ثيرد جنريشن، ده احسن حاجه في حالات نتجنب حدوث خراريج في الكبد. دكتور حسن البي من السودان، للاسف استاذنا الفاضل، الحالات في معظم الحالات يكون باد بروجنوزس لانها طيب يا دكتور حسن، ما انت شاطر، اعمل الرومونوتومي، اعمل رومونوتومي على طول ولازم خلال ال 12 ساعه الاولانيين. الدكتور علاء خاطر، بفضل، بعد التخلص من اللكمه هل الشهيه بترجع لطبيعتها ام لا؟ طبعا هو الموضوع ده بياخد، عشان الحيوان يتعالج ويخف بياخد حوالي 184 ساعة، يعني 3 أيام إن يبدأ ينقنق في الأكل، يبدأ يخرج. عملية الديفيكيشن دي علامة من علامات الجود بروجنوزس، إن الحيوان بيبدأ يشطر، تعرف الحيوان الحمد لله إيه جود بروجنوزس. في الحالة دي بقى يا دكتور علاء ندي بقى فواتح شهية، اللاكسافيت والبتاع بيكا هيبار ليفر تونكس والأورنيبورال والحاجات دي تشتغل على عشان تنشط، ويفضل إن أنا أعمل لها نقل عصير كرش عشان اساعد ادي اجد حاجه جاهزه، خاصه لو فتحت الكرش وطلعت كل محتويات الكرش بره، اما اجيب عصير كرش تاني بمكانه او ادي الحاجات اللي هي تساعد على تكوينه. دكتور عبد الرحمن، افضل طريقه لتركيب اللي المعدي في الابل زي البقر يا دكتور؟ بالظبط، سهله جدا، بتجيب خرطوم 2 متر وادهنه بفازلين وارفع دماغ الحيوان وادخله، تلاقي الاسوفجس بسم الله ما شاء الله مفتوح واضح جدا وبيدخل على طول، وتشم ريحه البتاع لما تخلص كده، تشم عشان تتاكد ان هو في، تلاقي ريحه طالعه فظيعه. يعني كنت اعملها واقول للاولاد اول ما تشم الريحه قول لي، فشم الريحه طالعه غازات طالعه من الكرش، لان في هيدروجين سلفايد وفي غازات كثيره، الميثان ده ريحه زي المجاري كده. رابط صفحة التليجرام يا دكتور، تكتب يا دكتور على، لو انت عندك التليجرام اكتب المكتبة البيطرية للدكتور حمد عطية بالعربي، هتروح الصفحة طالعة لك. صفحة التليجرام ما فيش فيها مشاركة، يعني ما ينفعش انت تكتب وانا ارد عليك، لكن الأسئلة اللي انا برد عليها دي بتجي لي على الواتس وانا بنقلها على التليجرام، لكن الموجود على التليجرام كله حاجات خاصة بيا عشان الدكاترة تدخل يبقى حاجة ثقة، ما فيش حد يحط أي معلومة خطأ أو كده. او دكتور عيسى كتبها لك اهو، هو ده الرابط بتاعها. جزاك الله خيرا يا دكتور عيسى. دكتور البحيري، ما جدوى استخدام البرمبران والامبيريزول؟ مبارك الله فيك، انا عارف بتسال سؤال يا دكتور وانت عارف الاجابه، لكن حاجه جميله انك بتدي سؤال عشان الدكاتره تستفيدوا. يا جماعه البرمبران او الانتي اسيدز، الانتي ميتكس دراج، لا تستخدم الا في الكلاب والقطط والانسان، لكن ليس لها اي جدوى في علاقه في مشاكل الرومينات، لان مفيش فوميتنج سنتر عشان تشتغل عليها، فمفيش حد يقول لي انا استخدم برمبران ولا حقن الانتي اميتكس في علاج الحموضه او علاج الترجيع والترجيع قلنا في البقر والغنم ده حاجه خطيره،
وفي الخيول وفي الإبل. هل يمكن استخدام مضادات البول؟ يا مالي يا مالي، معقول السؤال ده؟ ده الحيوان عنده جفاف وحالته هيموت من الجفاف، وعمال اديله محاليل، اديله مضادات بول عشان تسحب كمية المية الباقية عشان تموته؟ لو عايز تموته يا مالي، موته بمضادات البول. كويس، برضو سؤال بيوضح ان اخطاء الدكاترة ايه، يدي مضادات بول في حالة جفاف. مضادات البول لو في اوديما في بطن الحيوان، ترايبانسوما، او ان في التهاب في المخ زي الحالات اللي اتكلمنا عنها، بي 1 بيعمل سيريبرال اوديما، فندي مضر للبول. لكن هنا ما فيش داعي خالص، كونترا انديكيتد تو يوز انتي دايوريتكس دراج ان امباكشن اور اسيدوزس، كونترا انديكيت. كونترا انديكيت تستخدمه في الكوليك اللي هو سببه برضه امباكشن او تمبني. محمد بحرام بحرام برهام محمد برهام، بعض الكتب تذكر ان تركيز البيكربونات اوريدي في الحاد الشديد لازم تكون 5.4 في الاول ثم بعد ذلك. والله انا في الكتاب بتاعي نفسي انا كاتب الكلام ده، في الحالات السيفير ممكن ابدا ب5% وده افضل فعلا، وبعد كده 1.3%. مظبوط يا دكتور محمد برهام، انا ايدك، وانا كاتب المعلومه دي في الكتاب التكست بوك بتاعي. دكتور حسن، في حاله الجراحه هل ممكن نأكل سائل الكرش من الاغنام لان السوالف من الابل الاخرى؟ ينفع، بس هو السائل الكرش، محتويات كرش الابل فيها بروتوزوا مش موجوده في الغنم والبقر. حتى كتاب الهاند بوك اللي انا عامله انا والدكتور حاتم حاطين صور للبروتوزوا بتاعت الابل وصور للبروتوزوا، لكن البكتيريا تمشي. كل نقل محتويات كرش من غنم او بقر وحطيتها في ابل يمشي او العكس، لكن الافضل من ابل لابل ومن بقر لبقر. دكتور محمود علي، في حالات الامباكشن يا دكتور بمد ايدي في الريكتم بيكون الدم جاف وبيكون مصاحب لمخاط صح ومدبب اتجاه واحد بعد المحاليل، بيشتغل سينالوكس مع جرعه ميلوكزوكام، نتائج ممتازه. طب هي تشخيصك ايه يا دكتور ليها؟ ده هي لو هي امباكشن تدي ميلوكزوكام اللي هو نون استرويدال مع ميلوكزوكام ده اللي هو نون استرويدال، وسينالوكس اللي هو مضاد حيوي. لا انا في الحاله دي يا دكتور تعمل حقنه شرجيه، لو انت لقيت البراز ناشف انت لو تقدر تنزله بايدك وتعمل حقنه شرجيه. ديكساميثازون، لا ما نديش ديكساميثازون. في سوريا دكتور من سوريا بيقول كنا نلجا لفصل الدم في حاله الجفاف الغير شديد لتخفيف الهستامينات في الدم ثم السيروم المحاليل. السيرومات هنا اللي هي سوريين بيقول عليها اللي هي المحاليل يعني. عمليه الفصل دي انا اتكلمت عنها يا دكتور، هي لها فعلا استخدامات وجميله، ان هي بتخفف زي ما انت بتقول كده الهستامين والحاجات دي، لكن ما تعتمدش عليها كعلاج اساسي. الفصل ان انا بضرب ابره وانزل الدم يطلع بره زي ما اكون كده بعمل نقل دم، باخد دم انا باخده واخليه يرميه بره الجسم يعني، ده اسم ده الفصل. الدكتور مالي، وكالسيوم مع مغنيسيوم؟ يا دكتور حالات الكالسيوم مهمه جدا لان هو بيزود حركه الكرش، ضروري في حالات السمبل اندايجيشن ودايما بعد الولاده، وادي كالسيوم. مغنيسيوم فوسفور تنشيط عمل القلب والمعده، تنشيط الكرش اكتر، والكالسيوم بيزود حركه الكرش عضلات الكرش. ما بلاش اللي المعدي ده ليه يا دكتور؟ في ايه انت مش كنت معايا دكتور بحير واحنا بندخل لي معاه؟ انا عارف فهمت وبقول كده ليه، بلاش بقى نحكي لان الجهل هنا يعني السيد. الدكتور عبد الله، تسلم يا دكتور، بس ما بخش معايا، ممكن تراسلني خاص؟ يا دكتور على الواتساب، ابعت لي اي مشكله عندك على الواتساب، ابعت لي على الواتساب اجاوب لك على الاسئله واحطها بعد كده على التليجرام، لكن صفحه التليجرام مغلقه عشان ما حدش يزعل. انا عندي حوالي 6000 طبيب بيطري، بعضهم يقول انت ليه يا دكتور مخلي ناس يبعتوا لك اسئله واحنا نيجي نبعت سؤال مش بترد علينا، لكن مفيش حد بيبعت لي على التليجرام، بيبعتوا لي على الواتس وانا بنقل السؤال على التليجرام عشان الدكاتره تستفيد. دكتور ابراهيم، طيب يا دكتور استخدام المضاد الحيوي عن طريق الفم مش انت طيب يا دكتور ابراهيم؟ ده الميكروفلورا ماتت والبكتيريا ماتت كلها، احنا بندي مضاد حيوي ويشتغل على اللاكتوباسيلس اللي هي الميكروبات الغريبه اللي طلعت ما هيش المفروض تبقى موجوده يعني، هي الحاله اصلا سيئه جدا. فاللي هو الحيوان طبيعي ما بديش مضاد حيوي له
لأن هيموت الميكروفلورا والبكتيريا النافعة. لكن دلوقتي الحيوان الميكروفلورا ماتت والبكتيريا النافعة ماتت، وطلع بكتيريا جديدة اللي اسمها لاكتوباسيلاي وستريبتوكوكس، دول باثوجينيك. فأنا بديها عشان أموت البكتيريا، عمال تعمل حموضة. دي سؤالك كويس وبيوضح. أنا يمكن أنا قلت الموضوع الإمباكشن باختصار شديد، لكن ده محتاج 3 4 محاضرات. احنا كاتبينه في كتاب التكست بوك 20 صفحه، موضوع الامباكشن. هل نعطي جلوكوز مع المحاليل كمز؟ كويس، بس مش في الاول يا دكتور، ادي محاليل الاول. ولو حيوان ما بياكلش لازم اديله حاجه مصدر للطاقه 5% او 10%. سؤال جميل من الدكتور مصطفى. الجلوكوز ضروري ان انا اديه عشان ادي طاقه للحيوان. الدكتور خالد مدني، نسبه النجاح علاج حاله الحموضه الحاده في الابل؟ لا، لو كل كمية كبيرة من الشعير أو من المكعبات أفضل حاجة إن أنا أعمل رومانوتو على حد خبرتي في الحالات يعني. لكن ما مش هتقدر تعمل رومانوتو، يعمل الخطوط اللي احنا قلنا عليها دي وممكن الحالة تتحسن. سبحان الله الإبل بتتحمل. يعني المحاضرة الجاية الأسبوع الجاي يا ريت كلكم تحضروها، هنتكلم على الانتستاين. لو الجمل كان يقعد عندنا في المستشفى 13 يوم ما بيخرجش وعايش، و14 يوم وحالة للدكتور فتح بطنها كانت بقى 12 يوم ما بتخرجش في جمل، والحمد لله عالجها والحالة اتحسنت. بسم الله ما شاء الله. الأسئلة كتيرة، احنا كده بقى لنا 5 دقايق ونقفل. استخدام أدوية تنشيط العصب الحائر زي نيوستجمين يا دكتور؟ سؤال جميل جدا. لا، أنصح باستخدام الباراسمباثومايميتيك دراجز في حالات الإمباكشن، لهاش اي فايده. هي هتحرك الكرش بسيط، ولكن ممكن تعمل رابتشر في الرومن. نستخدمها في الامساك في الحالات اللي هي في الامعاء مع احتياطات ان انا ادي زيت بارافين قبليها، لان برضه ممكن تعمل رابتشر في الانتستين. فما فيش داعي لاستخدام النيوستجمين ولا الفيزوستجمين ولا الكارباكول بتاع ايام زمان. دكتور صلاح عبد المتعال، الفرق بينه وبين انزياح المنفحه؟ خلاص نعمل بقى محاضرة على الأبوميزال ديسبليسمنت إن شاء الله. أعمل لكم محاضرة على الأبوميزال ديسبليسمنت ونفرق بينها وبين المنفحة. الأبوميزال ديسبليسمنت باختصار، لأن سبحان الله أنا في مزرعة الهولشتاين من كثر الحالات كانت بتظهر لقيت العمال نفسيهم مرة عامل بيناديني بيقول يا دكتور الحالة دي أبوميزال ديسبليسمنت. قلت له، قال لي تعالى يا دكتور لسه، تعالى ما أسمعك. حط السماعة على الكرش من الناحية الشمال، مش على الكرش بقى، على اول 2 ريبس من الناحيه الشمال، وراح حاططها ومخبط حوالين السماعه تسمع صوت الرنه بتاعت الحله، بنسموه بنج ساوند. فدي سهله ان شاء الله نعمل محاضره عن الابوميزال ديسبليسمنت نتيجه طلب الدكتور صلاح عبد المتعال. دكتور امير، اهلا دكتور امير، مرحب بك يا دكتور امير. الدكتور محمد عس السكن، جزاك الله خير. بتقول ايه السؤال؟ كيف نعمل لي معدي؟ هو طبعا في شركات بتبيع لي معدي يا دكتور، وافضل ان اشتري من الشركات اللي هي مستلزمات طبيه، اشتري لي معدي احسن، بيبقى عاملينه بفايبرو بلاست وحاجه قيمه. لكن لو ما لقيتش بتجيب خرطوم ميه البلاستيك، يكون بلاستيك نوع كويس 2 متر نص بوصه، ده للبقره والجمل، او 3 ارباع بوصه، واستخدمه للجمل والبقر، وبدهنه بفازلين كده وادخل بالراحه، ادخل ادخل